أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: عندنا أرض ونزرع فيها السمسم، فهل يعد السمسم من الحبوب التي يجب أن نزكي فيها، مع العلم أننا نبيعه بمجرد حصده؟ إذا كان يكال ويدخر ففيه الزكاة، إذا كان أصله أنه يكال ويدخر ففيه الزكاة، كل حب يكال ويدخر ففيه الزكاة. نعم.